نسبة ملء السدود بالمغرب بلغت 31.79% إلى غاية نهار أمس الثالث من أبريل بحقنة إجمالية تفوق 5,424,000,000 متر مكعب حسب آخر نشرة لوزارة التجهيز والماء. وتمثل هذه الحقينة تطورا مع نسبة 23.2% المسجلة عندما تم يناير الماضي، وذلك بفضل التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها عدة جهات في المملكة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، غير أن هذه الكمية تبقى أقل مما سجل في نفس التاريخ من السنة الماضية والتي بلغت 34.53%. نستمع إلى محمد بن عبد الخبير البيئي متحدثا من سيدي قاسم اليوسف النعماني. بالطبع من كنتكلموا على النسبة الإجمالية لملء السدود، الوضعية تحسنت بشكل جيد، اليوم وصلنا ل 32% على مستوى الوطني. هذه النسبة تختلف من حوض مائي إلى آخر، حوض لوكوش على سبيل المثال ارتفعت النسبة ديالو إلى حوالي 63%، كنتكلموا على حوض سابو وصلت النسبة ديال الملء ديالو حوالي 50%، والآخر مجموعة الحوض المائية الأخرى تحسنت وضعية لها بشكل جيد، مثل الحوض ديال تانسيفت حوالي 57% كنسبة الملء على مستوى السدود الكبرى. فالمنطقة الشمالية الغربية أو حوض لوكوس حوض سابو سجلوا أرقام جد مهمة على مستوى الملء ديال السدود الكبرى. على سبيل المثال سد الوحدة اللي وصلت نسبة الملء ديالو اليوم إلى حوالي 57%، وهي نسبة جد مهمة إذا قارناها مع الأسابيع القليلة الماضية. ما ننساوش أننا في أواخر شهر مارس كنا في حدود نسبة الملء ما كتعداش 24%، إحنا اليوم في حدود 32%، يعني ربحنا واحد 8 ديال النقاط، وهي وضعية شيئا ما مريحة مقارنة مع الوضعية المائية اللي كنا عليها هذه أسابيع قليلة. ولكن يجب أن لا تنسينا أننا لازلنا لم نصل بعد إلى الوضعية المائية اللي كنا عليها خلال السنة الماضية اللي كانت حوالي 34%، وبالتالي حتى الإجراءات اللي تم تنزيلها على الأرض الواقع يجب أن لا نتراجع عنها. الوضعية المائية لا زالت في إطار الإجهاد المائي، لأن الوضع المائي على المستوى الوطني لا زال في مرحلة لم نسجل أرقام مثل التي سجلناها خلال السنوات الماضية.